صباح الخير، صباح النور، صباح الور، صباح الياسمين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ نشوف واقيلا غنجمع هاي في داكشي اللي طاب. نجمعو طايبين علي صح. كي قد مطيش لقيتاش ما شوفو هاد كاع اللي درنا هادشي كلشي ديبوناج في الاول، وما عرفناش كيفاش مطيشه طلعات تبارك الله كبرت، وما عرفناش حنا ليها وبزاف ديال الحوايج. دابا المره الجايه ان شاء الله فاش نبغي نغرس غيكون داكشي مقاد. راه باقي ليا تا هو دايل. صباح الخير عليكم. هادي نفس اللقطه خدها علي، ديما شادني من نفس لازو. خفت اللق خط لقطه داك النهار، غير الحوايج مبدلين خدها من مو باها. وراك بايطوس هي الدخله للفيرم. الفيرمه ديالي الصغيره يا صحابي غادي لطع اللاط شباب الالوان. عرفت ديك الالوان بغيتها انا ياك الله، ما هذيك السنه جيبها لك الالوان. انا القرب عرفت هذا غير قسم قايله جماعتي بعد قرات على البوي. هادشي ما هي في المعلي ان شاء الله، حتى هادشي مقاد فين كتكون ما تشوف بلاصه وحده، وهادشي بلاصه وحده حيت هادشي ما مقادش دابا. لاسين من داخل لاسين هذاك شكت على الكور لاسير. مرحبا بكم في لاسير ديالي، لاسير ديال حياة الزوج، لاسير متواضع جدا. هذا لاسير عندي، هادي دابا لا سيزون ديال ماتيش، داكشي علاش كطيب دغيا. اوكي يا مهمتي يا حنا يا حنين، لحرات الجمل داك كل ديالي دابا هنا، درت كلشي في الاخر، هاني طرحت كلشي. متعودة كاين الشمس دغيا كتحمر، هي كتحمر بالشمس متعودة دايما. يا ويلي يا مولاتي، راني بديت بالطياب وسخول الحال اليوم، جيت لهاد البلاصه باش نرونها باش ليها تيبقى نقي. جيت لهاد البلاصه بالضبط باش نرون هاد البلاصه في الجزائر، هي مرونه عندي انا، عزيز عليا الرونه نزيد لها في الروينه. المهم غنسبق اول حاجه، نسبق الدجاج باش نطيبه ونخليه يسقطار وشلح حوايج. ما عنديش ديك لاباري ديال الثومه تهرست لي، درت شي قصه كنقطعها. المهم ماشي مشكله، غادي قلت لكم غادي نسبق الدجاج باش نحطو ينشف، ونحط الدغميره في شي بلاصه في شي قميله عاديه، وممتو ندير الحريره. دابا راه نسبق الدجاج هو الاول، بعدا اللي يحيد عليا من الطريق عاد الحريره باش تبقى في القميله باش نقدروا نسخنوا، حيت عندي واحد القميله كبيره هي هذه. صافي فهمتم؟ هاد الدجاج ديالي راه مربعه دجاجات مرقدين من اول البارح، هما مرقدين شبعوا ترقاد مزيان بالبيان ديال بصح. هنا غادي ندير ديك الثومه اللي قطعت، غادي تذوب اصلا فانتوما راه فيهم رقاتهم ديجا بالثومه، غير عاود نزيد لهم ثومه اخرى حيت انا كتحمقني الثومه في الدجاج فهمتوا. ايوا دابا غادي ناخذ البصله نقطع، نحيد البصله كلها القشره ديالها، درت هنا 8 د البصلات. الله غير كيجي الصرف كيمشي الدبان، اي غبر الدبان بعدا غبر، جاتو الحراره مشى ما كاين مشتوجو بعدا. المره هذه مرضني هاد الدبان، الله يخليك في المشط
غنحط كاع الخضر يا اختي. يا خو 8 البصلات شكون بيقطعهم ليا سيدي ربي؟ ايوا اللي حسن عوان الطباخه وصافي. المهم هنا معاويين حنا على عزتي قطع البصل، المهم مال كبيره عطيها لعلي بارك الله عليه وخلاص ديال العراسات. انا عرف نطيب العراسات، واللي بغى طيب شي عرف عيط ليا بارك الله نعيط نطيب لك من هنا نصيفطو لك. انا ما ندي بلاصه شختي، انا ما قطعتها وحرقتني. المهم غادي نبداو. اول حاجه خلطت هنا شويه تاع زيت العود وزيت زيت الرميه وزيت البلديه. طبخي هذا وكل طبخه وانا حره ندير اللي عجبني ونطيب كما عجبني ونوكل اللي عجبني. انا حره كان اسيسي مزيان، انا حره. هنايا غادي نخوي هذه هاد الحامضه كيخوها من الداخل، شفتهم كيخوي الحامض من الداخل وكيحيدوا غير القشره وكيديروا غير الداخل، فهمتوا؟ هذا راه الحامض مرقد مسير باش يجي زاين، غيجي زاين ومعيسك ليا خيتي. هاد القشره نخليها باش نديرها في الديكور صافي، ولا تقولوا ما وريتكم. نديروها حامضه براك علينا تان. بارك الله على السي علي وخلاص. قولي لها صحاب عليك انت يا سهل يوسف، عرض علينا على طيبنا انت قد الغرض. انا نتوما نقد حري ها؟ علاش تعرفش طيب انا؟ تعرف طيب انت بلا محمر؟ تو تشوف هكا درت ليه دابا سهل طيبو سهل، راه ما سعيد. راه الناس دوك اللي كتشوفهم بعض المرات في يوتيوب كيكومبليكيو الدنيا، ولا جات محمر ولا ماشي هذه الطريقه، ما عنده طريقه. شتي الطياب ما عنده دين ما عنده ملة ما عنده طريقه، كل اللي يطيب بطريقته. كل يدير كيما عجبو، المهم تطلع بنينه وصافي. نديرها حامضه ما غاديش نزيد كثر، شفتوا لي احماضيه ولا شي حاجه بحال هكا. اصلا عندي اربع دجاجات ما عنديش شي حاجه كثيره كنهي واحد. دابا لا غنديروا خرق من البلدي، غادي نزيدو كاين في الدار، غادي نزيد البزار، غادي ندير الزعفران. شعرة ماشي شغلكم، الناس كيديروا في الماء، انا ما دايرهش في الماء، انا حره. وان يا اختي سالي عندي سكنجبير مطحون، طحنته مسكين غير البارح. بارك الله عليه تبارك الله صافي. غادي شويه ديال هذا هاد الصفر غير الملون غير باش يعطينا اللون وصافي كيديروا على اللون بارك. غندير هذاك الثومه قطعناه نعاود نزيد الثومه ناشفه، انا كتعجبني العصير الزيتون. الزيتون ماشي دابا تاع الاخر الزيتون ان شاء الله. عندك هذا الزيتون دير نص طيبه راه حشيهم العناق، العناق حشيهم للريره تاع الاخر، العناق قطعهم يلاه كل خير هاكا. قطع لي العناق هاد الكانسه طيعه قطعها كدور لا طيب شيها معاه ما شغليش. انا عباد الله اش يديروا؟ شوف انا اش ندير، بغيت انا عباد الله انا ساكنه معاهم مول غياكلو، انا اللي غناكلو حره نطيبو كيما عجبني. غالي نخلي القلب ونخلي غير القلب هذاك والريح حتى الى بعد. نمشي هاد هذيك المرقه اللي مرقده فيها كلشي. هذا كنصب وياك من الناس ما عمرك ها كلشي بغيك غير اللي ما عمرك طلع ريحه العطري انا مزينه مع راه تبقى ثلاث ايام هذه انا مزينه تبقى قربي مرقدتها بعد رقيده مزيان نيت تحمد الله. ثلاث ايام اي من اول بحر بقى قده في الثلاجه باش يشمع مزيان عطريه حيدها من الطريق عليا. انا ما ساليت
الثلاجه باش ما يعصروش. غادي ندير واحد كنور تاع الدجاج، اللي بغاها يديرها اختيار، اللي ما بغاش يبدا ديرها السمن تاع الاخر، ولكن كنور تاع الدجاج غنديرها دابا ضروري. راه هذه هي الطريقه، راه كل واحد كيفاش كيديروا. صافي غندير ندير ندير جوج. هذا تاع المناسبات ماشي ديال الدار، كون ديال الدار هي ديال المناسبات ديري كنور اختي وديري وبني ضروري. دونك البنا ها دابا غنغسل يديات اختي. هاكا هو على السي علي، تبارك الله على السي علي وخلاص. اللي طبخ ديالنا زيد علي، غادي دير بحال هكا الطريقه. اييه سير سير علي، برافو مسي علي، برافو علي، برافو. غطي الجميله علي، غطي الجميله ورضة وربح. انت راه زين انت ايه تمونجي. شوف واش عاتيه، شوف كي ولا كيعجبو النبق كيمشيش. هي قولي لك راسك مشيت تقلوح لي النبق في الجميله. اي راه نحضي لك، نحضي لك، نحضي لك تتبغي. صافي ساليتي ساليتي احمق. هو علاش سميتها النبق؟ ما عرفك لي بات وين ودير النبق مع لي بات. لا واه لا واه، ما يمكنش ما يمكنش، امبوسيبل. تي فو مونجي او با انكور او سي بون طافي. صافي ما زقلنا والو. صافي ايوا يا اختي، هي حياتك تحرك هذاك الشيء. دجاج يا اختي زادت الماء وهي بتزيد كاس تاع الماء اخر ثاني. المهم ماشي ديال العنب، ها كاس ما عرفت ديالاش. باش ما يتحرقش لي هذا الشيء. المهم هذه هي الطريقه باش كتحضر حياتك. واش ما يلقى عجاني فينا ما يلهدها علي، ما يلدك جا وديك جا. لا هي حياة. نوت ليش بدا ما نوت ليش هي حياة بدا تقطع الحيمة هي وإليا. هذا هذا اللحم ديال الحريرة. سير 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 بابا بيدير لك شي حاجة. سير شوف بابا بيدير لك. سير باجور باجور باجور. هذا اللحم غادي ديرو في الحريرة. نخلي فوق تاع الحيم باش نطيبو الطاجين، ما نطيعهمش كلهم مسافر. نجي فوق تاع الحيم في الحريرة، كتعجبني الحريرة باللحم. المساعد ديالي علي يدير لي العماره ديال البطبط، فكيت منه انا باقي لي الحلوة تطول العماره ديال البطبط غيعمرها. ها غادي تقطع البصل، غادي طيب، غادي تحطها بعد الطيب ياك. اه دابا هذا هذا الثوم راه قطعته. صافي غتحطهم دابا يطيبوا في ديك المقله ياك. ومن بعد غادي تجيب مطيشه تقطعها مرصوات صغار، بصله مرصوات صغار. بحال الشكل ديال السلاطه. اي ماشي ضروري تكون شويه قدر وكل خبر، ماشي مشكل. لا هكذيك زين. اي باش تا هذاك نعمر به بالبطبوط ان شاء الله. خاصني نطلع على مايونيز، ندير المايونيز حتى هو. ايوا المساعد الاول اختي. اختي ها طبق بيقه نوريك. ها بدا كيطيب ويتبقبق وكل شيء شتيه، كيطيب الله وكيبقبق. بدا كيطيب اللحم، بقى ليه والو نيت ويطيب واخا باقي. المهم مازال بنقلبوا على الجهه الاخرى. من المهم نغسل ليه عافيه شويه حيت جاني بحال مجهد بزاف تتحرق، فهمتي؟ نقصت عليه شويه بقى يبقبق يبقبق يبقبق. مزيني بشغل، مزيني بشقاء يا لالي مولاتي. الله عليا وخلاص، ما عندي ما نتصرف صراحة. متفاجئة في راسي، واخا تنتفت ولكن متفاجئة في نفسي. أنا أعوذ بالله من قولتي، أنا الجميلة حياة، أنا الطباخة حياة، أنا الأم حياة، أنا العاملة حياة. تبارك الله عليا أختي.
لا طيعه في الدار وفي الجرده وفي الدار طالعه ريحه العراسات، تقولوا العرس صافي عندي ريحه العرس طالعه الزينه ريحه. الناس هذيك الحلوه طيبتك الحلوه اللي قلت لكم غنديرها الكونفيتور، ندير طبقه على طبقه بالكونفيتور، درت مرصوة تساليتها، اللحم قطعته، الحلوه الاخرى درتها انا كطيب باش ندير وحده على وحده. ودابا غادي نرد ان شاء الله داكشي بالتنظيم. دابا غادي نرد داكشي ديال الحريره مطيشه والكرافس والثومه، نحطهم يطحنوا مع بعضهم شويه على البصله وداكشي يطحن باش ان شاء الله يكون داكشي عندي واجد، غير نسالي الدجاج وندير تو تسويت الحريره طيب. هاك سلام نخليك قادرو ومونتي وينك بيده ديولي داك الكونفيتور اللي درت معاكم البارح، ها هو دابا الحلوه ديالو درتها ليه، هما درتهم بحال دي بتيت صابلي ياك، درت الكونفيتور بلي فخوي دوش غادي ندير دابا هكا بحال دي بتيت بسكويت غير درتو اون بليس مثلا درت الديسير هذا غير درتو اللي كيعشق الحلاوه عندي الفطور وصافي، حيت انا كتعجبني الحلاوه عندي الفطور او ديال بعد الفطور هكا ندير هكا وندير عليه الطبقه الثانيه ديالو، كل طبقه درتها بوحدها نزيد باقي واحد شويه نجيب لك حاجه تقلي وكي تاع ناقص الحلاوه الانستغرام. هذه كندير الحلوه كاع. نقول طيبت البنات الدجاج، طيبت لاصوص هي فين حطيتها. دابا غادي ندير الحريره، درت الكرافس مطيشه الثومه قزبور، قزبور ما درتوش نعاود نديرو، درتهم هنا يطيبو، ندير الحريرة حامضة شي حاجة على حقها وطريقها، ندير عليها اللحم، ضروري ندير فيها اللحم الغنمي، أنا كتعجبني الحريرة باللحم الغنمي، إلا ما كان الحاجة غنمي في الحريرة منهاش حريرة سمحوا ليا على هي كلمة، ولكن كتعجبني فيها أشنو سمو غادي ندير فيها جوج كنورات ديال اللحم ديال البقري بما أننا درنا فيها البقري. طلعوا لي طلعوا لي صحاب كنور ما مزيانش، كنور ما مزيانش، بنت دامت البنة ما مزياناش، اهلا تكون مزيانه كاينه شحال في الدنيا ما مزياناش، شحال من حاجه كاينه ما مزيانه. غادي ندير فيها الزهر، ندير فيها خرقوم البلدي، استناو المهم رانا درت هذه راه غنديرها كثيره طيله بقات ماشي مشكله نصدقها ولا لا ولا اصلا ما غاديش تبقى متاكده ما غاديش تبقى خرقوا بلدي عاد ريا ضروري السمن غندير شويه ولكن تا كاع على الاخر نورمال غندير غير شويه دابا نتا الاخر ندير السمن كاع انايا غندير غير شويه دابا باش تلقى البنه مع اللحم صافي مابقاش عندي بزاف تاع السمن ها شويه كنديباني به الحلوة غطلع كتر شباتها تبارك الله مطيشة غرقتها مطيشة أنا كتعجبني الحلوة تكون حامضة إلا ما كانت الحريرة حامضة منهاش حريرة قزبور مازال ما درت نسيتو تلخر القزبور تلخر نزين به قلت لكم الحريرة اللي ما فيهاش مطيشة وحامضة منهاش حريرة سمحوا لي على هذا الشيء وتبارك الله عليه وخلاص حياة الطيابة الطباخة حياة الطباخة غادي ندير لكم ايوا كنت شوف واحد القنبله القنبله في الكوزينه القنبله القنبله في الكوزينه ما نخليهاش نحتاج يلا معايا لا مش طبيعي عديني تحت تقشي لا 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 لا
اه حنا ولاد الاثنين تسعود. غيبداو يهضروا غيبداو ياكلوا غيسكتوا دروك هاد الساعه 8 و40 باقي 10 دقائق باش يلاه يا ودن. صافي المسمن سخنتو غندير ليه وتعرفش غندير ليه كل مره غنحط حاجه بحال المسمن غنحط المسمن تنسالو عاد نجيب لا سلطه عاد نجيب البطبوط عندي كل حاجه وقتها وبلاصتها فهمتوا باش كل واحد زعما غادي يطرش غادي يصافي جوج في الجوج راه داعي لي لا ما دير ديرك المسمن ديالي غادي نديه يلا سير الاولى درنا فيها الشباكيه والتمر ما هز الطمر ما عرفتي دارو كرتوما هو جمال وحشو يا حسن ها هي الطبله الثانيه سلو الشباكيه بعدا الحريره مازال ما ودناش وهي الطبله الثالثه ديال الدري صغار ما عندهم والو مساكن طب دابا كبوا لهم الحريره لا والو اصلا هما ما صايمينش نعم نعم وياها خيتي هي اليان فرحان اليان كيعجبو هاد الاجواء حطيت لهم هاد القله الكبيره عامره بالماء بارد وحضرت عصير ديال 16 شيه تخلطت هنا 5 لتر ودرت هذا ديال 5 لتر عصير الليمون بيو يعني دابا نشوف هو كيأذن دابا غادي نفطروا صحه والراحه لكل شيء ها انتم احنا معاك في الطنجره ديالي يفضلوا لبدا سي ترو واو شعل الفلاش ديال الضومه باش العصافير حوا جاي تاعت ناخلتهم اش ما عرفتش نسوق كاس هذا 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 ارزاق لا باقي حي ها هو لا ما شفتوهاش حتى هي جات راه كلشي جات وعلي مسكين باقي معايا رغم الظروف خاصني الطباس الكبار خاصني هذا والاخر اي هذاك واحد ماشي مشكله كان فيه عجاج ثاني باش نحط فيه جوج اي صافي جوج رغم الظروف لا زيد تحيا ارزاق ماكم مش عين هاد الضونه باش يبان عضه وهادشي يبان كاع مضبب عرفتوا هي رجليا كيديروا هك اتري هنا ها اتري هنا والو والو عرفت قلت لكم حق ربي شوفوا تزنقت من العيان تزنقت ها ما حدش على الفلاش شدي مشعود دابا صوري اي ويلي ها هو الدجاج ديالنا الدجاجه خاطر حمر واحد شويه ما فيها باس ماشي مشكل ندير الدجاجه الاولى الدجاجه الثانيه خلي عليها طاجين سالي هاي الشرموله لاصوص هذيك بسم الله ولا الجهه فين درت لها هي انا دخلت عليك كوك يا العالمه هذه انا طيب تصفي كروينا في الكوزينة ها؟ كروينا في الكوزينة خلاوها هذوك ان شاء الله غير اسبوع ما جاوبنا مشي موت بارك الله بارك الله السلام عليك يا حياة السلام عليك يا حياة يا الحادقة ما كاين ما كاين بعض المرات تحطي لهم لاصوص ما كاين ما تاكلي في الدجاج عزيز عليا تكون لاصوص الواحد يغمس يلقى ما ياكل الصلاه ديالي
كاين ولا كاين ماشي مشكل الدنيا كلها تعلى تما اللي مكفح الدنيا كلها تكفحت يلا بلات بارك الله عليه وخلص كاين بارك الله عليك كاين عاد قولي ما حاجاش كولا ماكا سمكة ما عنديش الحرارة كله تيوم حرارة ما عنديش حرارة نقدموا اليوم الديسير باش نسكتهم شويه اليوم على قدام اليوم ديسير ديري دوره شرفيه قدم اليوم ديسير العوج ديالنا ها هو راه تا التبسيله خاص الماس واخا هات هذا على ما شتي لي يعيبوها لا شتي هادي يعني عيب صدقه هادي صدقه لا ما بقاتش صدقه شي يقول صدقه شي لما نهز شي لا لا خضري نتي ولا داكشي الخضر مع الخضر ياك والزرق مع الزرق نتي ولا حنا من كنا نتيولين سير سير فين داو الله يخلف عليك الحياة امين اخويا الله يرزقها ليا في ميزان حسناتي اي راه كنت غنقول عليك نيم صافي نقول لك سحابي واش ما غاديش تحطي نسيت انا محطيت لا كيوي لا فريز محطيت اذا خاصنا نعرفوا نعاودوا انا وعسيري ماشي مشكل انستغرام ماشي مشكل انستغرام نسيت انا حاط فريز وكيوي نسيت الفريز وكيوي اللي غادي معطيو غادي علي تبصيلي نتي وانا تبصيلي كاع معوج ها هو ديال حياه وحسن مني شتو ديال حياه نوريكم ديال راه عليه سير حد علي ها هو اش بان لك ديري دوره دوره شرف دوره شرف تقلب ايه سير سير ها هو شتي صافي القاوي الزوج انا تندير بواحد يلا زيد غرامه يلا زيد يلا ديروا 8 اي ديروا 8 ديروا 9 كول قال لك الفريز لا تاكلوا الفريز انا شريكو بالعاني باش نتاقم لك